Vous êtes fier de défendre Tebboune? Ah? يجي لكم يقول لكم جورج واشنطن أعطى الكوابس للأمير عبد القادر، ألور كو جورج واشنطن مات في 1799، وكون بارازار الأمير عبد القادر زاد في 1808، والمداخلة تاع هذا المعين الأبله مسجلة. دونك ماذا نستنتج خاوتي خواتي هادي؟ نستنتج بأن الناس اللي يديروا في المونتاج ما يعرفوش التاريخ، وهذا الرئيس ما يعرفش التاريخ، ومدير تاع التلفازة ما يعرفش التاريخ، لأنه لازم يسمع المداخلة تاع الرئيس. هو لو نيميرو ان، البي دي جي، سي تريز امبورطون، سي با دو ديريكت. دونك ما كاينه عفسة يضرب فيها رفعة شما والله ذاك. إذن نظرنا إلى ما قاله رئيسنا اليوم بفصاحة اللسان وبالكاريزما البادية للعيان، وقال لنا بأن الجزائر قوة ضاربة. وإذا ذكرت الجزائر فانصتي واسمعي، ترى الجبابرة سجدا ركعا. الناس كلها على بالهم بلي الجيري قوة، غير بعض الجزائريين. حق ربي ما على بالي خاوتي، انتم على بالكم؟ انا سيدي والله ما على بالي. لماذا؟ لان الدولة التي عندها قوة هي التي تؤثر في العالم. هل تؤثر الجزائر في العالم؟ بوزي لكم لي كيستيون وكلوي اكتبوها في الكراس هذا مكان. هل الجزائر يمكنها غدا غدا أن توقف قرارا أمميا دوليا، نعم أم لا؟ هل يمكن للجزائر غدا غدا أن تقول بكل ترسانتها الدبلوماسية أنها ضد كل المساجين السياسيين في مصر؟ نو. هل يمكن للجزائر أن تقول بعظمة لسانها بأنها ضد توقيف شباب وشابات في دول الخليج لأنهم ضد الحكم القائم؟ أبدا. هل يمكن للجزائر أن تقول غدا غدا بأن فرنسا تعامل معاملة غير لائقة لجيلي جون؟ أبدا. هل يمكن للجزائر أن تقول غدا الزمور بأنك أهنت الجزائر عندما تقول بأن لا كيستيون دو ليميغراسيون est une question liée à l'islam et que l'islam est une religion de violence? Non. Vous ne pouvez pas. واحد بثنا 500 دينار جزائري، كثر خيرك، ربي ربي يعطيك 500 ألف حسنة، لأن هذه 500 دينار جزائري راح سيذهبون إلى شراء حافلة تقل أولادنا من هارتهوم إلى المستشفى. وكثر خير كل الجزائريين الذين أرسلوا لنا لحد الساعة أكثر من 5000 أورو لشراء هذا البيس. thetahaddi.com/donation https زوج نقط فوق بعضهم //، ولا روحوا thetahaddi.com تلقوا الفوق دونيشن، ابعثوا لنا شوية كمون. لو كانت الجزائر قوة ضاربة لما لمينا